مالتك امتى بابا رح يعرف اني تزوجت؟ لما يشوفني شي مرة ماشي انا وولادي بالصدفة بالشارع؟ طيب انتي ليش ما بتحكي؟ لك كيف بدي احكي معه؟ اولا انا ما معي رقمه، ثانيا هو عايش بلبنان وانا طلعت من عنده عمري 10 سنين، يعني ما بعرف عنوان البيت، يا دوب متذكر شكل البيت من جوا ومن برا وطريق المدرسة، مو اكثر من هيك. امك ما معها رقمه؟ بلا معه بس ما بدها تحكي معه. لك ما عم بقول لك هي تحكي معه، جيبي بس الرقم. لا ما بدي، هو بعمره ما جرب يجي على الشام ويسأل عني، ليش انا بدي اسأل عنه؟ بعدين بجوز فكرني متت. طيب مثلا بركي هو اللي مات. بعيد الشر. ايش طلعتي بتحبيه؟ ليش في حدا بالدنيا ما بيحب ابوه؟ شو ما كانت سلبياته؟ بس انا بحياتي ما حسيتك هيك، يعني ما ولا مره شفتك عم تعبري عن هذا الشيء. لاني حاقدة عليه. بس هذا الحقد بيزيكي اكثر ما بيزيه هو. شو بيعرفني؟ خلص ايهم، سكر على الموضوع وانسى اني حكيت. لك كيف بدي انسى يا ناسا؟ قلبي عم يتقطع عليك لما بشوفك هيك. ايهم. شو حبيبي؟ انت عن جد بتحبني؟ ما شاء الله عليك على هالسؤال. يعني لتكون انت ما بتحبني بس شفقان علي، حكم انه شايفني كيف كل الوقت زعلانه وكيف كانوا يعاملوني بيت جدي. اسمعي لالي، نحن درسنا سوا، ربينا سوا، وعم نعيش كل تفاصيل حياتنا مع بعض سوا. اذا ما حبيتك مين بدي احب؟ لك انا مو بس بحبك، انا بعشقك وبموت عليكي وفيكي وبلاكي. اسمعي لالي، بكره بس نتزوج الك مني وعد، رح اخذك من ايدك ونروح ندور على ابوكي، شوفي تحاكي تعاتبي تضمي اللي بدك اياه. شو رايك نروح على الدرس هلا؟ الو. ايه يا حبيبتي. ايه هلا طلعت من المحاضره. يلا يلا ما تأخر. باي باي.